الشباب المغربي ما شاء الله تبارك الله حركات رياضية رائعة جدا. كفة حركة، مهارات في الحركة، رياضة لياقة عالية، أداء مغربي 100%. شباب يتحلون من روح الرياضة والمرح والمرونة. هؤلاء بعض الأطفال الصغار متحمسين جدا للمشاركة في هذه الألعاب. جميل جدا ترى، يعني بدون تفكيك ومهرجانات، يعني بتلقائية بتقام في الشوارع والساحات، الجمهور منضبط جدا جدا يستمتع بهذه الرياضات الجميلة بكل هدوء. جمال المكان وجمال الناس وجمال الشارع وجمال التنظيم، صراحة تنظيم تلقائي بدون تدخل أي أحد لتنظيم هذه المعارض. فرق بسيطة جدا، تقام بالساحات والفنادق والحدائق، ما شاء الله تبارك الله. جمهور لديه ذائقة عالية ومنضبط ومرتب ويحترم النظام. هذه بعض الاستعراضات في هذا الشارع الجميل، هو يعتبر من أشهر الشوارع في المغرب العربي وفي مدينة الرباط بالتحديد. جميل جدا، هذه استعراضات بالنار، مهارات عالية جدا بأداء شباب ما شاء الله. وهناك تناسق في الحركة ما شاء الله. هذه المعارض زي مثلا في نهاية الأسبوع تقام، اليوم إجازة، اليوم الجمعة تقام هذه المعارض التلقائية والاحتفالية، وطبعا يعني من أي إنسان مثلا يدفع، يعني يمر واحد من الشباب بجمع يعني بعض قطع النقود للناس اللي بيستمتعوا ب يعني ليست إجبارية هذه، من أراد أن يدفع يدفع ومن لديه استطاعة لكن ليست إجبارية. هناك استعراضات كثيرة جدا، ما شاء الله خفة في الحركة، حركات رياضية ومهارة عالية يحتاج إلى مرونة الجسم. يعني مثل هذه المهرجانات يعني ما تحتاج جهد ولا مجموعة شباب، يعني جمعيات يتبنون مثل هذه المهرجانات. أجواء جميلة جدا رائعة، وهناك الكثير حقيقة من العروض وهي بسيطة وتلقائية، يعني لا يتعدى عدد الأشخاص الذين يقومون بهذه الاستعراضات، يعني يعدون على أصابع اليد الواحدة. الأطفال ما شاء الله
مستمتعين بال هذه الاستعراضات. لا زال الاستعراض مستمر. احنا قلنا اش ندير الاكروباسي هذا، درنا العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر، دخلتنا حرفه كملنا حاجه الحمد لله شدينا باك، من تما مشينا قرينا واحد شويه مع السك، تعلمنا بزاف ديال الحوايج، درنا واحد الكومبوني خرجنا بها برا. قبل قليل هذه الاستعراضات كانت قبل قليل في احد شوارع المغرب، شارع حمد الخامس والقرب من البرلمان، تأدية شباب مغربي ما شاء الله على ما شاء الله ما شاء الله عالية جدا. نتعرف على الأخ مين؟ أخ سمير من المغرب ما شاء الله تبارك الله. إيش المهارات العالية هذه ما شاء الله؟ كنت مبدع في الحركات والمهارات، وكم عدد الفرقة اللي موجودة معاك أو عدد الفريق اللي معاك؟ إحنا تقريبا إحنا كاين ثمانية أشخاص ما شاء الله. نعم كما نحكي دابا كانوا ثلاثة. نعم أربعة عندهم واحد ما شاء الله. نعم طيب هذه تعلمتوها هذه المهارات تعليم ولا هواية ولا؟ أول حاجة كانت هواية. نعم أول حاجة كنت كنا كنشوف البحر يعني في البحر كنت يعني كانت هواية في البداية. كانت وآلا صارت مهنة يعني. ما شاء الله. في الأخر متى لقيناش لقيت بأن الحب ديال السيرك. ما شاء الله هذا يعتبر من السيرك هذا من ألعاب السيرك. شي حاجة من السيرك. أنتم يعني ثمانية أشخاص. ثمانية أشخاص. أقمتم معارض خارج المغرب؟ فين في أي بلد؟ أول حاجة تركيا. ما شاء الله. دبي. بلغاريا. ما شاء الله تبارك الله، حركات استعراضية جميلة جدا ومهارات عالية. نشكرك ونشكر الفريق ونتمنى أن تستمتعوا بهذه اللقطات ولنا لقاءات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكرا للفرقة جميعا والأخوان جميع أعضاء الفرقة. إلى اللقاء.